السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي واخواتي، وحشتوني وحشتوني جدا. ركز معايا في الفيديو ده عشان الفيديو ده فيه مفاجآت كتير جدا. اولهم احمد فتوح لاعب الزمالك، وهل هو مضى للنادي الاهلي ولا لا بعد الفيديو اللي عمله مع كابتن حسين الشحات ومع امام عاشور. ومن ناحية تانية في موضوع تاني هنتكلم فيه عن موضوع رمضان صبحي، وان هو بعد ما شاف امام عاشور جه للنادي الاهلي فالغيرة والحمية بتاعت النادي الاهلي ان هو نفسه يرجع النادي الاهلي، وعنده استعداد ان هو يطلع في احد البرامج مع الاعلاميين اللي احنا عارفينهم في الرياضة. عنده استعداد ان هو يطلع في احدى البرامج ويعتذر للنادي الاهلي طالما الاعتذار بيخلي اللاعب يرجع تاني للنادي الاهلي. فالكلام كتير في الفيديو ده، وعايزك انك انت قبل ما ابتدي الفيديو ترجع ظهرك وتجهز المشروب بتاعك عشان خاطر تركز معايا في الكلام اللي انا هقوله. من ناحية تانية قبل ما ابتدي الفيديو ما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. واقدر اقول لك دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا طلع علينا النهاردة ان في عرض جاي لكابتن احمد فتوح لاعب نادي الزمالك من نادي يوناني، وان هما عايزين يستعيروا او يستعينوا بخدمات كابتن احمد فتوح للنادي اليوناني. ويجي من ناحيه تانية كابتن احمد فتوح مع حسين الشحات مع كابتن امام عاشور ينزلوا الفيديو ده. وايه اللي حصل في الرحاب ده يا جماعه؟ هو ايه اللي حصل في الرحاب يا جماعه؟ هو ايه اللي حصل في الرحاب ده يا جماعه؟ طبعا الفيديو ده جه بعد صوره اتاخدت لكابتن احمد فتوح وهو في احدى سواحل النادي الاهلي. فهل فعلا كابتن امير توفيق خلص مع احمد فتوح فعلا؟ بص هنتكلم في كذا حاجه. كابتن احمد فتوح خلاص قدامه موسم كامل مع نادي الزمالك، والعقد بتاعه هيخلص وهيبقى فري. تمام. فبالتالي عمر ما النادي الاهلي ما هيبيع احمد فتوح دلوقتي. ومن ناحيه تانية احمد فتوح تقريبا من اللي انا سمعته من يوم المشكله بتاعه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، وان هو طلع عليه ان هو بيشرب مخدرات ولا بيتعاطى منشطات ولا ايا كان. فبالتالي من بعدها احمد فتوح مش قابل ان هو يكمل مع نادي الزمالك. فاجل ام عاجل احتمال نشوف احمد فتوح او كابتن احمد فتوح بتيشيرت النادي الاهلي من الموسم القادم، لان النادي الزمالك مش هيسيب السنه دي على احمد فتوح. وطبعا شفنا الموضوع ده مع كهربا، وهتبقى دي تاني صفقه من صفقات القرن اللي النادي الاهلي بيعملها. انت خدت 2 دوري السنه اللي فاتت والسنه اللي قبلها، وخدت كاس كمان، وتقريبا مفيش مشجع زملكاوي سكت اياميها على اي واحد من جمهور النادي الاهلي. كان تقريبا الزملكاويه كانوا تقريبا واخدين الفيس كله بالطول وبالعرض بيكيدوا في جماهير النادي الاهلي. فتخيل انت بقى بعد الموسم ده يجي النادي الاهلي ياخد الدوري وياخد معاه امام عاشور، وتبقى صفقة القرن، وتبقى اكبر ألم خده جمهور نادي الزمالك من ادارة النادي الاهلي. لو طبعا جمهور الاهلي ما بيسكتش، ما بيسيبش حقه بالمعنى الاصح. غير الهتافات اللي حصلت في مباراة حرس الحدود، طبعا جمهور الاهلي طلع بكلمتين قال يا زمالك اوعى تنام، خدنا الدوري وخدنا امام. فهل كمان موسم هنشوف كابتن احمد فتوح بتيشيرت النادي الاهلي؟ ده ساعتها هيبقى الاهلي خد قلب وكليه الزمالك حرفيا. فمش عايزين نسبق الاحداث، لان كل المؤشرات بتقول ان كابتن احمد فتوح جاي النادي الاهلي بدايه من الموسم القادم، من الموسم القادم. بس برضو اخبار مش مؤكدة، بس نفس السيناريو اللي حصل مع امام عاشور هو نفس السيناريو اللي بيحصل مع كابتن احمد فتوح بحذافيره. كده قلنا كل تفصيلة في موضوع كابتن احمد فتوح والفيديو اللي طلع لحسين الشحات وامام عاشور وكابتن احمد فتوح، والصورة اللي ظهرت لكابتن احمد فتوح في احدى السواحل بتاعت النادي الاهلي. تعالى بقى نيجي ايه نتكلم في موضوع رمضان صبحي، وان هو عاوز يعتذر للنادي الاهلي في احدى البرامج الرياضية، وهو عنده استعداد وقال كده فعلا ان هو عنده استعداد يطلع في احدى البرامج، لان في برامج كتير بتبقى عايزة ان هي تستضيفه وهو كان بيرفض. فبالتالي هيكلم اي برنامج من البرامج دي وهتبقى صحفي بس لو ادارة النادي الاهلي وافقت.
بس قبل ما نبتدي في موضوع رمضان صبحي، هل انت عملت لايك ولا لا؟ وهل لو انت مش مشترك معايا اشتركت معايا ولا لا؟ فلو انت مش مشترك معايا فياريت تشترك عشان يوصل لك كل جديد بتاعي، وياريت ما تنساش انك انت تدعمني بلايك. انا عايز الفيديو ده يوصل باكبر عدد لايكات انتوا تعملوها لاخوكم احمد زوما. تعال بقى نتكلم في موضوع رمضان صبحي. رمضان صبحي بعد ما شاف امام عاشور جه النادي الاهلي، بعد الامام عاشور عمله كله، سواء كانت المشكله اللي حصلت مع كابتن وليد سليمان، او سواء الفيديو اللي اتصور له وهو في استاد التتش وهو بيشتم اساطير النادي الاهلي. فطبعا بعد ما امام عاشور اعتذر في احدى البرامج وطلع في برنامج رامز جلال واعتذر لجمهور النادي الاهلي والكابتن وليد سليمان والكابتن محمود الخطيب والجمهور الاهلي وكل حاجه تخص النادي الاهلي اعتذر. فبالتالي لما اداره النادي الاهلي فكرت ان هي تعوض غياب او تعوض رحيل حمدي فتحي، فاكبر حاجه او اكتر حاجه فكرت فيها هو امام عاشور. بس بعد الاعتذار اللي قدمه امام عاشور لكل جماهير النادي الاهلي، فطبعا بعد انضمام امام عاشور للنادي الاهلي، فطبعا كابتن رمضان صبحي ازاي واحد عمل ده كله وفي الاخر لما اعتذر جه للنادي الاهلي؟ طب ما انا عندي استعداد ان انا اطلع في البرامج، يعني في كل البرامج اللي هي البرامج اللي عايزه ان هي تستضيفني، واطلع اعتذر للنادي الاهلي، بس النادي الاهلي يوافق ان انا ارجع تاني للنادي الاهلي، ان انا العب تاني في صفوف النادي الاهلي. فطبعا كابتن رمضان صبحي كلم احد اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي علشان خاطر ان هو يرجع، وقال له كمان وانت بتقول ان انا عايز ارجع قول ان انا عندي استعداد ان انا اطلع في كل البرامج الرياضيه واطلع اعتذر لجمهور النادي الاهلي طالما هو ده اللي ممكن يرجعني للنادي الاهلي. فعضو مجلس الاداره اللي سمع من رمضان صبحي ان هو عايز يرجع هو موافق على رجوع رمضان صبحي، بس في اعضاء مجلس اداره رافضين رفضا تاما ان رمضان صبحي يرجع. اولهم كابتن محمود الخطيب رئيس النادي، تانيهم المهندس محمد الضماطي اللي طلع ببوست ليه كان قاصد ان هو يوصل المعلومه دي لرمضان صبحي، طلع يقول باب الاهلي دائما مفتوح لكل من لم يتربى على تقاليده ومبادئه طالما قدم الاعتذار المطلوب منه، ومغلق في وجه من تربى على تقاليد ومبادئ النادي الاهلي واختار طريق اخر في النهايه. فطبعا كلنا عارفين المهندس محمد الضماطي صاحب شركه دومتي، واللي هو عضو من اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي ومن الشخصيات المحترمه جدا، وعمري ما شفت له ان هو غلط في حد ولا عمره اتكلم على حد غير بيتكلم على مبادئ وقيم النادي الاهلي وتقاليد النادي الاهلي فقط. وكان هو اكبر داعم لكهربا، وان هو السبب في دفع 3/4 غرامه كهربا للنادي الزمالك، المهندس محمد الضماطي. وطبعا هو مش دافعها فلوس عشان خاطر في كلام كتير ممكن يتقال، احنا عارفين كده، وفين الاموال العامه، مباحث الاموال العامه تشوف اللي احنا عارفينه ده. هو كل الحكايه قدم اعلانات لمحمود كهربا عشان خاطر يدفع الغرامه، ودعم محمود كهربا جامد عشان خاطر الغرامه بتاعت كهربا للنادي الزمالك. سيبك بقى من الكلام ده كله، انا واحد من جمهور النادي الاهلي اللي رافض رفض تام ان رمضان صبحي يرجع النادي الاهلي لاسباب كتير. اولهم ان لعب على مشاعر الجماهير ان هو عايز يرجع للنادي الاهلي علشان خاطر لما خسر نهائي افريقيا قدام الترجي فهو كان حزين، وفاهمين انتوا الكلام اللي كان بيقوله، وان هو فضل يماطل الاداره علشان خاطر هو ماضي عقد مع نادي بيراميدز عشان الفلوس كانت عاليه حبتين مع نادي بيراميدز. وطلع في الاخر ان رمضان صبحي كان بيحاول ان هو يرجع النادي الاهلي عشان خاطر يبتدي ان هو ياخد فرص في الملعب وان هو يلعب بشكل كامل وان هو اسمه يرجع تاني للمنتخب، عشان خاطر هو اسمه ما كانش ظهر وهو في نادي هيدرسفيلد اصلا. وبالتالي لما رجع النادي الاهلي قعد يماطل في الاداره بعد ما خلاص كل حاجه كانت في الاتفاق وان هو خلاص هيرجع النادي الاهلي، ويا اما الاهلي يا اما بلاش. وفي الاخر نسمع خبر صادم لكل جماهير النادي الاهلي ان رمضان صبحي مضى مع نادي بيراميدز. فبالتالي جمهور النادي الاهلي هينقسم لنصين تاني في موضوع رمضان صبحي، نصه هيبقى عايز رمضان صبحي
والنص التاني هيبقى مش عايز رمضان صبحي، وانا من ضمن النص التاني اللي مش عايز رمضان صبحي. وفعلا فعلا فعلا لو رمضان صبحي رجع تقريبا هتبقى دي المشكلة الاكبر، واللي تقريبا جمهور الزمالك مش هيسيب النادي الاهلي في موضوع مبادئ وقيم وتقاليد النادي الاهلي. وانا دي حاجة مش هتعجبني في بسبب شخص واحد، كل حاجة عملها صالح سليم هتتهد. فبالتالي جمهور النادي الاهلي هينقسم لنصين تاني في موضوع رمضان صبحي، نص هيبقى عايز رمضان صبحي والنص التاني هيبقى مش عايز رمضان صبحي، وانا من ضمن النص التاني اللي مش عايز رمضان صبحي. وفعلا فعلا فعلا لو رمضان صبحي رجع تقريبا هتبقى دي المشكلة الاكبر، واللي تقريبا جمهور الزمالك مش هيسيب النادي الاهلي في موضوع مبادئ وقيم وتقاليد النادي الاهلي. انت بقى لو كنت من ضمن الناس اللي محتاجة او عايز رمضان صبحي يرجع تاني للنادي الاهلي، فاستحمل اللي هيجي بعد كده، لان ساعتها الزمالكوية كلهم هيمسكوا السوشيال ميديا وتقريبا هيقعدوا يطبلوا ويغنوا على بعض في موضوع قيم ومبادئ وتقاليد النادي الاهلي. ده يا راجل لما الموضوع جه لكابتن محمود الخطيب قال كلمة واحدة بس، انتوا ترضوها؟ يعني لك ان تتخيل ان قيمة زي قيمة كابتن محمود الخطيب رئيس نادي الاهلي يطلع يقول لك انتوا ترضوها؟ فطبعا انا واحد من الناس مش هرضاها فعلا. انت بقى ترضاها دي حاجة تخصك، انما رمضان صبحي مش هيعتب بوابة النادي الاهلي مرة تانية، خلاص قصة رمضان صبحي مع النادي الاهلي انتهت تماما. ودلوقتي وصلنا طبعا لنهاية الفيديو، وطبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش تقول لي رأيك في الكومنتات، ولو انت بتتابعني من عن طريق اليوتيوب ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بتاعي، وريت انك انت ما تنساش تدعمني بلايك، ولو انت بتتابعني من عن طريق الفيسبوك ما تنساش تعمل فولو او متابعة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد بتاعي، وريت ما تنساش تعمل شير للفيديو عشان خاطر الفيديو يوصل لاكبر عدد من الجماهير الاهلاوية. ودلوقتي اقدر اقول لك سلام.